السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام الفضلاء. احنا لابس البيض العام سيدي، البيض العلامة ديال الخير والبركة، كيف ما قالت أمي ربيعة مسكينة، قالت واحد السيدة قالت لها زعما تجي تسكني عندي، أمي ربيعة شنو قالت لها؟ قالت لها أمك ولداتك كيفاش قلتي لها؟ ولداتك أمك خرقة بيضة. خرقة بيضة، شي حاجة دابا أمي عندها خرقة بيضة، أنا سمع عندها. نعم، مرحبا مرات خالي. بس خالي فهمتي، مشيت للعرايش كندير شويه الرياضه وجيت نعس، والله يا الجمعه والله ما صليتها في الجامع، صليتها في الدار. نعم، لا لا هاني، دابا شنو المشكل دابا؟ احنا شنو المشكل؟ المشكل درنا نجيو ونمشيو، وما مسخي وانا مكلفه هو. سمعيني مس خالي، هذا راه ريناها. نعم نعم كل خير. اوكي سمعيني مس خالي، يلاه شهندي وحنا ما سخيناش اذا غير شي ينزل. نعم، جاوا المعلميه قبالت عندهم. او شو بحالهم؟ نعم، هذا هو واحد الباسطه مزيان، هو ضروري مس خالي هذا يخدمو. اسمعيني دابا، البني ما عنده ما يدير، البني خصو حتى يتحفر هذا الشيء. هذا ها هو تحفر. ايوا ها هو كمل حتى دوز الطاقي ضروري. لا نحبك دخلتي لهاد الاجر. رحم والديك كملوا خالي، تهلا على الله. دابا نشطاله، دابا نشطاله، الحومه نشطاله، دابا الحومه نشطاله. نشطاله وين خاصك تغطيها؟ ثاني خاصك ضروري مس خالي غدا ان شاء الله. دابا هو ها هو جاو واحد دابا، اليوم هاد الجمعه واليوم ما كاين لا خدمه لا والو، فهمتي؟ نعم، واقف كيتسناك. فين هو دابا؟ خاصنا صافي، انا نمشي عنده، انا دابا نمشي عنده. لا كوني هاني يا ولد خالي، عندي كنشوف وجهك وجهها فيه الضو. هي بغات خالي يا ويا صاحبتك يا الله اعلم. صاحبتي في العشره. اسلام واحد، اسلام واحد، الله اكبر. ماشي صاحبتك ما كتجمعيش انت وياها؟ وهذه قلت عليها هذو مصباطيه تحفروا. مرحبا. يعني بعض الاصدقاء الكرام بغاو يعني يشوفوا يعني السكنه ديال ربيعة توصلت، الحمد لله احنا حيدنا هادشي. هذا بقى لهاد العويدات هما نحيدهم، فهمتي؟ حتى الغدا ان شاء الله نحيد هاد العويدات، بقى لهاد العويدات الحمد لله كلشي مزيان. هاد الدراري هي ام ربيعة، يعني ما عندناش الحيط هنا، الحيط هنا ما عندناش، يعني بحال اللي كتقول هي تقول لك زعما هاد الناس داولوا الحيط ديالها بناولا عليه، مفهوم. ولكن حنا ماشي مشكل الدنيا هاني، حنا ندوزو خدمتنا والله يسمح علينا كلشي ديال الله وديالنا في ديالنا، ماشي مشكل ياك. دابا انا طلع البودره ويدوز واحد شو سميتو هذاك، ها فوندو، فوندو ايوا فوندو ديال زايده. انا راجل فوندو كيدوز زايده، مخافش فوندو يدوز زايده ان شاء الله، وهي تضرب هايده باش تضرب الضاله ان شاء الله. فوندو فين؟ نعم تا تما، تما هنا غيطلع واحد تما، يعني باش الدار تكون صحه ان شاء الله، وكشي يعني يكون رزقها. نعم لا ما تخليكش ساهل، ساهل. شوف اخي احنا نعم. شوف انا خصك تولدي تحب شي. لا 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 هو مس خالي راه مسؤول، حنا راه مكلفنا مس خالي. الله يودي. نعم خصك تساعدي معاه، ما كلفتيه الله يعاونك. الله يعطيك الله يهديكم. شنو قلتي عاودي؟ دابا هادي مولاك الحيط. انا كنت كنقول لها رانا غادي نعمل واحد الشيء كبير. لا 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 ولك مني امنا والله. ان شاء الله تشاوسي معايا، تشاوسي معايا سمعت صافي. قلت لك لا ماشي مشكل، كون بغيت تكون درت على عن قايد كلشي القايد. لا ماشي مشكل، شوف شوف سير الحمد لله فيك الخير. اللهم لك الحمد. وصبحات عندك جمهوريه، الناس ولاو خصهم غير يشوفوا امهم ربيعة. حي ما فيها ما يشوفوا. واخا ماشي مشكل، شوف سمعيني، لا قبلوك قبلوك امي ربيعة. شي تفهميني ولا؟ كي كانت هادي؟ يا سي سول السي كي كان نس هادي قال لك يروح الزين في بعض حروفه. تكلمي تكلمي شويه. وهادي واش غادي نعمل؟ باش حاسه دابا الحمد لله والحمد لله راجل معلم. الله يعني نبداو الخدمه. ها القطيط بلاتي، ها القطيط دمي ربيعة، حيدي 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 بلاتي، حيدي حيدي حيدي، ها القطيط دمي ربيعة، ها القطيط. شوف 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 ايه السوسان، يا سوسان مرحبا امي ربيعة، حشم بينا حشم بينا الله يلاه سوسان. يلا زيد تكلمي شويه امي ربيعة باش نشوف حالنا. يلا خليهم خليهم من ربيعة، هما فرحانين هما فرحانين. ما حالاتك؟ تكلمي تكلمي. نعم تكلمي مع المتابعين ديالك. واش غنقول لكم اخوتي يا ولادي، رانا رانا تبعكم في طريق الخير، وانتم عملتوا طريق الخير من عند الله سبحانه وتعالى. ربي هو اللي غادي يجازيكم، يجازيكم بالحسنات. عندكم واحد القصر في الجنة ان شاء الله، اللي غادي تقولوا يا ربي نصبك وخليتينا في ديك الدنيا وكملنا اكثر من ديك الشيء. الله اكبر. نعم نعم. شحال من واحد كيندم، ولك مني نتوما اللهم لك الحمد. واخا قد دقت راس الابره، الا كانت ديال الخير كتمسح الشر، كيولي كل شيء في الجنه، كيولي كل شيء مؤمن بالله. حنا مؤمنين مع بعضياتنا، والله خلقنا خوت من تراب. نعم. باش هذا يعرف هذا. نعم. باش هذا ماشي قال لك شي ياكل وشي يشوف،
يا وجه المكشوف. عاودي الكلمة. شي ياكل وشي يشوف، يا وجه المكشوف. أنت تغطى وتسرح رجلك، واحد يكمش رجله تلفون قلبه. بارك الله. تيبقى قلبه مكمش، أمي قلبي تما يجبر شي باش يشري حتى لا إبرة ولا دواء ولا دكتور ولا حتى حاجة. كاين الله سبحانه وتعالى. الله اللي كيشافي وكيعافي، ولك مني لا كاينة، كاينة المحسنين. كاين اللي كيقلبوا فيك دابا، شكون اللي قلب فيا؟ دابا شكون اللي قلب فيا؟ الا هذا الانسان. الا الله، الله لا اله الا الله. ولك مني انت السبب في كل شيء. ربي وكل شيء سيدي ربي، كآتي الانسان ربي. الله يأتيك بكل خير. امين جميعا. الله يأتيك بكل خير. امين. فيما حطيت يدك. امين. جيب رزقك وعند من مدخلتي وقدمتي رجل اليوم، يقول بسم الله توكلت على الله. نعم كما كنقول انا في اي موضع، بسم الله توكلت عليك يا مولاي الكريم، والله مالك الحمد. دابا ملي كنجي نكمل دابا في الصلاه كنقول امنت بالله، امنت بملائكته، امنت بكتبه، امنت برسوله، امنت بدين الاسلام. الله اكبر. ايوا كنكمل ونوض في حالي. لا اله الا الله. نقول يا ربي حبيبي يا ربي حبيبي. ها يعني شي محسنين كيطلبوك يقولوا لك دعي معاهم، دعي مع امي ربيعه، دعي معاهم. وحتى يعني واخا كاين بعض الاخوان يعني ولو ما ساهموش معنا، مساكن يعني كاين بعض الاخوان كيتصلوا بيا وكيقولوا لي زعما الخير الله يودي. الله يودي. ندعو مع كل شيء. نعم وبالخصوص يعني الاخوان الحمد لله اللي حسنوا فينا الظن وتكرموا علينا، الله يعطيهم الخير. نعم غير كلمه الخير انا كتفرحني دون الفلوس. الحمد لله. غير كلمه الشرف. كاين اخوات، واحد الاخت اليوم صيفطت لي وقيلا واش 1000 درهم ولا واحد الاخت هي قالت لك دعي معها، هذه بنت. كاين واحد الاخت اخرى يعني بهذا القصير الكبير الحمد لله. نعم مازال الخير في الطريق والحمد لله. دابا عندي مليون الفرنك هو في الجيم ديالي. الحمد لله. دابا مليون الفرنك، مليون الفرنك اللي جمعنا مع المحسنين. وباقي عندي اصدقاء ديالي في مدينه القصير الكبير كيغوتوا لي، باقي مشيتي عندهم قول لي اجي. فهمتي كمل زيد كلم. الحمد لله. حيت البنيه امي ربيعه البنيه راه ما كنعرفش يا اخي شي تسيما كدير قول 70 درهم وشي حاجه، يعني البنيه راه البلي، البني راه صعيب قلبك مش فاهمين. ولكن حنا جمعيني حنا الحمد لله ربي كرمنا يعني مدبرها حكيم، مدبرها حكيم. حنا بدينا ربي يكمل لينا سبحان الله. نعم تكلمي زيد تكلمي، والله العظيم راه عندك ناس ما كيشبعوش منك. لا كنقول لك شنو كاينه وكاش كتسمعيني، راه اصبح عندك يعني صبحت عندك واحد البصمه لا اله الا الله. الناس كيحماقوا عليك، الناس خصهم امي ربيعه. اللهم يا الله واد تكلمي. أولادي يا خوتي كلكم محسنين وكلكم مؤمنين بالله وكلكم متقين الله وكلكم قانعين على ما عطانا وعطاكم الله. وهالمليون ديالها، هالمليون ديالها واد ها والله يبارك. ها هو الله يكثر عليكم الخير، الله يجعلكم ملايين في الملايين ديال الحسنة والجنة عند الله الأعلى. الله. يا ربي الحبيب وتفرحهم كما كيفرحوني في الجنة وفي الدنيا. يا ربي كما مسحوا لي دموعي ورتحوني شويه، وبقيت عاد نعست البارح قسما بالله عاد نعست، ما حسيت لا يدخلوا عليا لا امي ربيعه. ما كاينش شوف سمعينها باش نقول لك، حنا في الحي ديالنا هنا ما كاينش اللي يدخل عليك، هذه عندي فهمتي. ولو عندك التقيبه هنايا واش كاينه ولا ما كاينش؟ كاينه. ها ما كاينش شي واحد يقدر يزعم عليك هنايا واش كاينه ولا لا حاجه. اها كانت الشتا كطيح. اها ودقدق عليا. نعم قلت شكون؟ نعم ضربت انا حليت الباب قلت له مالك؟ قال واحد الكلمه ما فيها ما يتشاف، ورفض هذيك الزروطه. قلت له ادخل تفضل لهنا. الله اكبر. انا كنت غنحط عليه هو عيط ميمتي. الله اكبر. قلت سوكر كبته ما عندي ما نسالك ما عندي. بغيت اخوتي نعاود لكم واحد القصه وبها نختم ما نطولوش عليكم، ولكن امي ربيعه عندها متابعين كيحبوها. خلينا نقول واحد القصه. هذه واحد المراه بحال امي ربيعه جا عندها الشفار، دخل عليها الشفار للدار. حنا كنبغيو نوعيو النساء ديالنا حتى هما يتوقضوا. اسمعي يا ايتها المراه، يا ايتها الاخت الكريمه اسمعي. هذه واحد الام بحال امي ربيعه دخل عليها الشفار. ملي دخل عليها قالت له وليدي الحبيب عليك كنقلب. قال لها قالت له واحد البركه وليدي، ها هي عندي هنايا خذها وليدي، ووليدي عليك كنقلب. امناته اسمع اسمع تليفون كيصوني عندي اسمع. قالت له ها هي وليدي الحبيب عليك كنقلب. قال لها مهمتي انا مهمتي. قالت لها قالت له راه عندي شي فلوس، ها هما وليدي جبدهم خذهم. اش بهاد الفلوس؟ تفضل. قالت له ولكن يا وليدي الله يرضى عليك. قالت له وليدي الله يرضى عليك يا وليدي، راه حلمت واحد الحلمه وليدي وبغيتك يا وليدي تفسرها لي.
قاتلوا وليدي راه حلمتها واحد الحلمه وبغيتك وليدي تفسرها لي. قال امي امتي نفسر لك نفسر لك. ها قولي لي. قاتلوا وليدي انا خير وسلام انا ناعسه وكنغوت. واحمد على الجهد واحمد وافوك احمد فوك هيدا كنقول واحمد وافوك احمد واعتق احمد. واحد حتى جاب بوك احمد بواحد الزلاط بوك احمد جاب واحد العصا احمد ولد الشريفه وطاح على داك خونا في الله خذ ما تاخذ خذ حتى مغطو. وقال واحد الساعه هو يقول قال واش انا جيت نسرق ولا جيت نفرق واش بالسرس. الحمد لله ملي امي راه ميعاد تضحك واش كتسمعوا اخوتي. هو قال لهم قال لهم واش انا جيت نسرق ولا جيت نفسر الحلايم. يلاه امي راه ميعاد الخاتمه ومع السلامه وتصبح على خير وبخير حتى غدا ان شاء الله. يلاه كلكم خير. يلاه تكلم على خير. يلاه الله يجعل عزكم يكون مفضل. امين امين. كثار وتنسوا هانيين ولك مني قوموا بالصلاه الوسطى. الله اكبر. الصلوات كاملين بخصوص الصلاه الوسطى في المغرب. هاي عندك الصلاه الوسطى والصلاه ديال المغرب. نعم نعم هادو اثنين. نعم. وعاد ارى هذيك اللي كنزيدوها جوج ديال الشفع والوتر. الشفع والوتر. نعم. والشفع والوتر والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. الله اكبر. الم ترى الم ترى كيف فعل ربك باصحابك ارم ذات العماد المعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخره بالوادي وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. شو الخلاص ديالهم؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب والسلام ان ربك لبالمرصاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا اهل الخير. هيا فرحتوا الله يفرحكم بلقاء الله يوم القيامة. فرحتوني الله يفرحكم في طريق الخير. الله يجعلكم في جنات النعيم إن شاء الله. يا أخوتي يا المؤمنين يا المحسنين الله يحسن طريقكم بطريق الخير. الله يجعلكم تكونوا من ذرية الحسنة. أمين. بإذن الله الأعلى. يا ذرية سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام اللي مشى غادي يعيد به باه يضحي به. قال له يا أبي ها أنا ها نحري. قال له نحري يا ابي غمض لي عينيك. ابراهيم كان يذبح ولده اسماعيل. اسماعيل رضي الله عنه. قال له يا ابتي افعل ما يا ابتي افعل لا ها انا ها نحري. ملي كيمشي ينحرو هكا كتقلب ديك الشفره. الله اكبر. ما ذبحتش هي ما ذبحتش والسلام. لا كتقلب ما كتقلبت لا والو واخا هيداك ما ذبحتش. هيداك امي ربيعه اسمعني هيداك علاش؟ هو سيدنا ابراهيم خشوه في النار وما حرقتوش النار. والنار الفريا خطر من السماء كيهود مشوي في العافيه كيدوزها كيدوز كيهود. حق. الشفره ولو هيداك ماضيه والو حس ما حكم الله يعني تصرف فيها ما تذبحش حيت اي حاجه الا بامر الله سبحانه وتعالى. ولك مني ملي جات الملائكه بوحد الكبش على عينه. الله اكبر. وفديناه بذبح عظيم. عملها. الله الله. قال له هاد الضحيه. إن الله سبحانه وتعالى نعم. كنا غيضحي بينا نعم. ولكن ملي قال الله سبحانه وتعالى خصني الرعية اللي تعبدني نعم. أما لكانوا غادي يضحيوا يلا هو ربيع بغيت نمشي يلا يلا قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا مع السلامة إخواني. شكرا لكم. تقبل الله. السلام عليكم.